السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. راني جيتكم اليوم فيديو جديده، راني معروضه عند سلفتي وراح نديكم معايا وراح نعيط لكم ثاني وش اديت معايا. اديت هذه كيكه ديسباسيتو. المهم راح نبداو بالطريقه وبالمقادير بالتفصيل، تبعوا معايا ومن بعد نديكم معايا عند سلفتي وتشوفوا وش طيبت لنا، كثر خيرها. المهم تبعوا لا فيديو للنهايه وان شاء الله تعجبكم. عندي 3 بيضات، 90 غرام سكر عادي ولا نصف كأس سكر. عندي 75 غرام فارينة زائد 14 غرام كاكاو بما يعادل ملعقتين كبيرتين كاكاو، وكأس صغير صباع ولا 2 صباع تاع فارينة، معناها الكاكاو مع الفارينة يديروا كأس. ثاني فانيلا وخميرة الحلويات ورشة ملح وملعقة كبيرة ماء مغلى. نبدأ أول حاجة نطلعوا البيض مع السكر مع رشة الملح ومع لافاني، نطلعوهم مليح قبل نخلطوهم ونزيدو لهم مغرفة كبيرة تاع ماء يكون مغلي، ونطلعوهم مليح حتى نخليط هذاك يتضاعف الحجم تاعو ويولي لونه فاتح. وإذا ما درتوش ملعقة تاع ماء مغلي طلعوه فوق حمام مائي. بعد ما يطلع الخليط تاعنا نزيدو المكونات الجافة اللي هي الفارينة والكاكاو والخميرة، أكيد لازم تغربلوهم وتحركو بالعقل من التحت للفوق باش ما يخرج هذاك الهواء من البيض. وهنا جبت مول يدخل للفرن، دهنته بشوية زيت، تقدروا تدهنوه بشوية زبدة وتحطوا فيه الخليط هذاك. حطوا شوية برك خاطر راح يتنفخ، حطوا تقريبا النصف، وانا ثاني درتهم في دي باركات صغار هكا يعني العائلة باش نعطيهم يذوقوا شوية. والفوق يكون سخون على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وطيبوه من التحت برك مدة 20 دقيقة، 15 إلى 20 دقيقة، المهم عسوه ما يتحرقش. الكيكة هذه لازم تجي شوية طرية، ما تطيبوهاش بزاف من الفوق. إذا تحبوا تطيبوها شوي تشعلوا لها 2 دقائق من الفوق، هذا ما كان. وهنا عندي شوية حليب دافئ وعندي الشوكولا اللي نديروها في الحليب تاع الولاد الصغار كما راكم تشوفوا، نخلطها مليح مع الحليب ونسقي الكيكة تاعي بهذا الخليط. ومن بعد نفوتو لاكريم. هنا وش عندي، نبدأ نخدم ساع غاناش. عندي شوكولا تقريبا 140 إلى 150 غرام تاع الشوكولا، وعندي ثاني 100 ملليلتر تاع الكريمة، وعندي قهوة سريعة الذوبان. نخلط كلش مع بعض، عفوا نسخن ساع الكريمة ومن بعد نخلط كلش مع بعض وحتى تولي لنا كيما الغاناش. بعد ما تبرد الكيكة تاعنا ضروري جدا تكون باردة، نثقبوها ونسقيوها بهذاك الحليب المخلط مع الشوكولا. سقيوها مليح، لازم تتشرب مليح هذاك الخليط. وهنا نفوتو الكريمة، نطلعو كأس تاع لاشونتي غبرة ونزيدو كأس حليب يكون بارد، نطلعوهم مليح ومن بعد نزيدو لهم لاغاناش هذيك اللي خدمناها. انا خبيت شوية للتزيين والتزيين يكون اختياري. بعد ما تطلع لاكريم شونتي نزيدو لها لاغاناش اللي خدمناها، ضروري تكون باردة باه ما تهبط لكمش هذاك الخليط، وزيدو طلعوها مليح وتزينوا بها الكيكة تاعكم.
انا الكاطو تاعي درتو ليله قبل وخليته يريح في الفريجيدار، يعني من الاحسن يقعد ليله كامله في الفريجيدار. وذرك رانا رايحين لسلفتي، هيا جيو معايا باش نشوفو واش طيبت لنا. شوفوا لا ديكوراسيون اللي دارتها، سامبل وهايله بزاف بزاف بزاف، حاجه مليحه. انا نشتي الحوايج هكا سامبل. ودوك تشوفوا لي بلا اللي دارتهم. المهم اذا عجبتكم لا فيديو تاعي ما تنساوش تشجعوني باللايكات، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس، هكا كل ما ندير فيديو تلحقكم لا نوتيفيكاسيون. وانا نخليكم، وما تنساوش ثاني تدعموني وتبارطاجيو لي فيديو تاعي، هكا باه نحقق الشرط الثاني تاع اليوتيوب. كيما عاونتوني بحققت الشرط الاول، الشرط الثاني هو صعيب اللي هو 4000 ساعه مشاهده. نتمنى تعاونوني وتبارطاجيو لي فيديو تاعي كامل في كل مواقع التواصل الاجتماعي. انا نخليكم، وان شاء الله تكون عجبتكم هذه لا فيديو، ونتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله.